هذا قانون يعني جاي في المرسوم اللي حدد سكنات الاجتماعية اللي احنا ما نقدروش نتعداوها. هو الحد الأقصى هو 24,000 دينار جزائري بالنسبة للسكنات الاجتماعية. حقيقة كاين الناس اللي يتقاضى أجر يفوت يعني فوق 24,000، 25,000، 26,000، 30,000، 40,000، ولكن للأسف الشديد احنا ما نقدروش نتجاوزوا القانون، لأنه قانون يجب علينا الالتزام به. ما ولكن احنا كما قلت احنا سوف نلفت يعني نراسل السلطات نتاعنا العليا على هذا المشكل هذا، اذا كان ربما يدرسوه وجينا تعليمات ربما فيما يخص هذه النقطه بالذات.